اتعلم انك تختار الشخص اللي ينصحك. يعني مش اي حد يقول لك انت صح او انت غلط. الشخص اللي ينصحك ده لازم يكون هو اساسا ناجح، لازم تكون انت شايف ان هو حد بيشتغل على نفسه، حد بيعمل ابديت لنفسه، حد متميز في حاجه، يعني شاطر في حاجه ومتميز في حاجه، عشان لما ينصحك يبقى انت فاهم هو بينصحك بناء على ايه. انما معلش ما تستناش حد قاعد على القهوة او شخص عادي في حياته، شخص ما بيعملش اي حاجة في حياته، شخص بينتقد وخلاص، اللي هو النقد الهدام ده اللي هو ملوش 30 معنى ده، ما تستناش منه حاجة. فالنصيحة بجد لازم تختار الشخص اللي ينصحك، دور عليه. يعني هتلاقي في وسط اللي انت عارفهم شخص انت عارف ان هو متميز، وعارف انه شاطر، وعارف انه بيأبديت نفسه، وعارف انه بيقفش على حاجة، يعني حاجة خلصت يلا بيشوف ايه الجديد وبيشتغل عليه وبيعمل. لما تسمع منه نصيحة اسمعها منه بقلب وبجد، لانه بيقولها لك بحب. هو الشخص عامة اللي ناجح او الشخص الكويس في حياته ما بيخافش، ما بيشيلش هم انك تبقى احسن منه، لانه عارف ان انا طبيعي ان انا لما هنجح ليا وقت وفي حد غيري هينجح، وفي وقت وحد غيره هينجح، وفي وقت هيجي وانا مش هبقى موجود زي غيري، وفي وقت جيل هيطلع وانا هنريح. يعني ده طبيعي، دي سنة الحياة، ما فيهاش حاجة إساءة لحد. فلازم الأول قبل أي حاجة في حياتك تسمع الشخص اللي انت عارف انه هينفعك. فعشان كده اختيار الشخص اللي ينصحك دي مهمة جدا، سواء في الشغلانة بتاعتنا، في الميديا، او في غيره، او في اي حاجة في الحياة، لازم تختار الشخص ده كويس قوي، وما تستهونش بالاختيار ده لانه ممكن يبهدل لك دماغك. يعني ممكن تسمع نصيحة من حد ضايع، ممكن يكون بيقولها لك بمنطق انه بيحقد عليك، او مش مبسوط من اللي انت بتعمله، او حاسس انه ممكن يعمل حاجة احسن منك، وممكن انت تبهدل دماغك خالص بسبب نصيحة حد متخلف زي ده. ما ننساش ان احنا في بلد 100 مليون خبير، يعني احنا في بلد كل الناس خبرة. فلو سمحت اختار الشخص اللي ينصحك بعناية، ارجوك. شكرا.